الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض في مطبخ موني وصفه حلوه جدا للكبده، وهي الكبده المشويه بالخل والثوم والتوابل. اتمنى ان هي تعجبكم. المكونات معانا عباره عن ايه؟ دي نص كيلو كبده، بنقطعها شرايح بالمنظر ده، بنقطعها شرايح كده. ومعانا هنا التوابل، هي توابلها كتير بس هي جميلة جدا لان مسماها كبدة بالتوابل، مشوية بالتوابل. معانا هنا معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة جنزبيل، زنجبيل مطحون، رشة هيل او الحبهان، رشة حبهان بسيطة، معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة زعتر ناشف. ومعانا هنا معلقة كبيرة ثوم او 4 فصوص ثوم، وخل، وزيت زيتون. هناخد من هنا معلقتين خل ومعلقتين زيت زيتون، وهنستعمل كأدوات الخلة اللي احنا استعملناها قبل كده في الشيش طاووق. دلوقتي هنقول بسم الله ونبدأ الطريقة بتاعتنا. هنجيب معانا الكبدة ونحط عليها التوابل كلها، هكررها تاني: فلفل اسود، كزبرة ناشفة، ملح، كمون، زنجبيل او جنزبيل زي ما احنا بنقولها يعني، زعتر، بابريكا، ورشة هيل. من كل ده معلقة صغيرة، ما عدا الهيل رشة صغيرة، والبابريكا نص معلقة صغيرة. هنحط كل الحاجات دي، هنخلي التوم نحطه في الآخر. هنحط معلقتين خل بالنظر كده، ونحط كمان معلقتين زيت زيتون، معلقتين كبار. ودلوقتي نحط التوم، ونبدأ ان احنا نخلطها كويس. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين احنا خلطناها كويس جدا. هنحطها في علبة تلاجة ونسيبها اقل حاجة خالص ساعة، لكن ممكن نزود عن كده. وبعد كده هنبدأ ان شاء الله في الطريقة بتاعتنا. عدى اكتر من ساعتين بصراحة على الكبدة. هنبدأ نحطها دلوقتي في السياخ اللي هي بتاعت الشيش طاووق. نبدأ ان احنا نحطها. اهيت. هكمل الباقي وبعد كده هوري حضراتكم هنشويها ازاي. في طاسة على النار هنحط نقطة زيت زيتون، وممكن ان احنا نستعمل اي زيت نباتي عادي جدا، نوزعها كويس وبعد كده نسيبها تسخن شوية، وبعد كده نبدأ الخطوات. نحط السياخ الكبدة معانا، وعلى نار عالية نبدأ نحط السياخ الكبدة. نار عالية يا جماعة، ما بنوطيش النار. ونقلبها كل شوية لغاية لما تستوي. دلوقتي هنبدأ نقلبها الناحية التانية زي ما حضراتكم شايفين كده عشان تستوي معانا. هي طبعا الكبدة ما بتاخدش وقت. ونفضل نقلبها كده على كل الناحيات بتاعتها لغاية لما تستوي كويس جدا. شكل الكبدة بتاعتنا بعد ما اتشوت جميلة جدا. هعمل لكم زوم عشان تشوفوها من قريب، روعة. وبتتقدم كمان مع سلطة البابا غنوج او متبل بتنجان، هنقدمها ان شاء الله في فيديو تاني. اتمنى ان انتوا تجربوها، واذا عجبتكم الوصفة ياريت ان انتوا تشتركوا على القناة بتاعتي، وما تنسوش اللايك يا جماعة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. واوعوا تنسوني في تعليقاتكم الجميلة والشير، وبألف هنا وشفا.